عسلامة. عسلامة، مرحبا. سبا، الحمد لله. شوف، احنا اليوم قررنا نعود الصيف من الأول وجديد. يا مرحبا بالصيف. موافق ولا مش موافق؟ موافق. مدامك موافق، مدام الصيف تعدلك كي كبر على الاخر تشب شبقى فيه صيف عادينا، يمكن اشتر شهر في الصيف كاول بقية كونفينمون. شو عملت في الكونفينمون؟ كيفاش حاولت تعدي الصيف؟ والله الصيف عديته في الدار، ولا محاولة اني نخرج من الدار. محاولة انك تخرج دي متاع الكونفينمون. هكا ما فهمش حاجة كبيرة، معنا برشا ضغط ستريس هذيك هي. فما برشا عبيد ماشية في قاعدة تكتب في عريضة تحب العامين هذوما اللي تعديوا يتنحوا من حياتنا. انت معاهم؟ معاهم اي، موافق. نعملوا بوز لعمارنا هذوكم اللي مشيوا، العامين هذوكم ما نحسبوهمش، نبداو نحسبوا من عام جديد. معقول معقول، ما نحبوش العمار هذيك تضيع. ضاعوا، ايش عندي عملت فيهم؟ ضاعوا. إذا بيا يرجعوا باش نعاودوا نستثمروهم. قدمت في حياتك ولا ما قدمتش في العامين هذوك؟ لا لا، تبلوكيت جمد. مجمد انت زاد؟ مجمد في العامين. الحمد لله لقينا شكون مجمد اخر ابار البعض يعني. هكا وماذا بينا يتعاودوا باش واحد يعاود يستثمر الايامات هذوك في حاجات ما خير. هكا وماذا بينا ما عادش يعاودونا الكونفينمون خاطر برشا ستريس. لا توا احنا الحمد لله وصلنا، معناها لقحنا النمبر باهي نتاع العباد، دونك ما شاء الله كان نعملوا نزيد نعملوا على وعي المواطن شويه. لاباس تونوا اليوم ندوروا في راحتنا، شنو رايك؟ وعي المواطن ما نجمش تعمل عليه برشا، خاطر كان نعملوا عليه توا نعاودوا نشدوا عامين اخرين. ربطيه كيكه نتاع الكونفينمون. دونك لازم شويه اجباريه في التلقيح باش نقدمه، فهمت؟ انت توا ملقح ولا؟ والله مازلت. اش بيك مازال مازلش؟ لا بعثوا لي اس ام اس باش نمشي ان شاء الله. ها ياك دونك قاعد تستنى، معناها ماكش كل فما عباد تقول لك لي عملوا لي بيوس. مع التلقيح، مع التلقيح. سمعتني اش قلت لك؟ اي بيوس اي. تو نطلبوهم. ليه وعرفت برشا بعد ما لقح، عرفتك يدي رزنت شويه دار لي لقحت، حطوا لي توبنيت وخزيت. هذاك علاش طاحت الكونيكسيون. نصور هكا ما عادش يكونكتي بالتليفون. المواطن التونسي اليوم تحسه فادد ولا عادي ولا كيفاش يغزر لها الدنيا؟ فادد 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 برشا بالحق. كنا كيف كيف برغم اللي ما نعرفوش بعضنا الناس الكل. التونسي يحب الجو، يحب يخرج، يحب يتفرهد. البريود الاخرى كلها تسكرت، كي تسكرت الدنيا دونك ما نعرفش. انا واحد من الناس ستريسيه برشا بالحق. كيفاش؟ علاش؟ ضغط، خاطر البريود اللي تسكرت فيها الدنيا واحد برسك ما يعمل حتى شيء، فهمت؟ وتوا هاي فرصة. وانت شوف العباد، العباد برسك من اللي تحلت الدنيا ما يشدوش ديارهم كلها لبرا، فهمت؟ هي الحاجة به الكوفر فو معناها ولا نص ديت، خاطر كان العشرة وكانت ثمانية. في الوقت هذاك احنا نعرفوا معناها عايشين حياتنا قبل نورمال، ما مانيش متعودين بالحصر المفاجئ هذا اللي صار لنا. دونك كيفاش قبلها المواطن التونسي الحكاية؟ الحلة ولا التسكيرة صح؟ لا التسكيرة. التسكيرة قبلها أكثر بالسيف عليه لازم من فوق من قلبه، يعطيك صح. خاطر التسكيرة شكون يحب؟ ما نحبوش احنا، ما نحبوش يكون يسكر علينا. ما حتى باش تدور بحذا دارك او هو. احنا الكونفينمون راه وخر ياسر، ما وخر للسبعه، السبعه راهي برسك تصور الدنيا ضاويه وانت في دارك. ما انا حتى راح وانت مسكره كل شيء مسكر، الدنيا مسكره وكل شيء مسكر، وما تنجمش تقابل العباد، ما تنجمش تسلم على العباد، ما تنجمش تبوس العباد. وهذاك كله يدخل في ثقافه التونسي. التونسي راهو يحب يقابل الناس ويحب يسلم ويحب يعنق ويحب يبوس وكل، فهمت؟ دونك وتوا كيفاش قبل الحلة؟ الحلة ساعة من اللي حلوا للنص الليل بقى تونسي يروح ثمانية سبعة. العوج العوج، فهمت؟ هانا ورجعنا توا بشوي بشوي سافا، نص الليل سافا الحمد لله. خلوا لنا وقت باش تخرج وباش نجم تروح منها. هو هكا ولا هكا، حتى قبل كان تونسي يخرج يعمل قهوته معناها ماكس، نحكيو على معرسين وكل نص الليل يشد الدار ما اكثرش، مش يتعب نهار كامل البرة وزيد يخرج. هو المعرس يروح حتى قبل. في بالي المعرس يروح بعد. المعرس يروح قبل. طيب شكون اسمع شكون يروح قبل؟ المعرس ولا العز؟ برج وليا المعرس. المعرس يروح قبل؟ اي اي. المعرس قداش خايف من التخرنين يحب يروح بعد ما ترقد؟ بعد ما ترقد تفيق بيه يولي له نهار. يولي يروح قبل خير، فهمت؟ بنقص هرج وبنقص مرج. انت تروح قبل ولا من بعد؟ بعد.
بعد ايه. اوكي يروح بعد. فهمت ايش معناها معناها يا بنوية اللي تفرق. فهمت الحكاية. وعليش مازلت تروح من بعد انت؟ والله كي كان روح بعد خاطر مازلت نشارجي في مازلت حاس فما ستريس وقلق في وكو هذاك هو الصيف وعد كبير تو باش يوفى الصيف ورجع دوب سيونس باش نرجع نشدوا بلايصنا فهمت. هما الايامات اللي حبينا نستغلوهم هما نتاع الصيف هكا جاء اوت في الاخر صلحنا به يعني اخر هو اوت. برشا عباد تطرح في تساؤلات تقول شو معناها عوج الدنيا. هذا الموضوع المهم هذاك الكل تمهيد هذا الموضوع المهم شنو معناها عوج الدنيا. نحب نشوف مواطن تونسي يفسر لنا شنو معناها عوج الدنيا. عوج الدنيا اللي هي الحاجه اللي ما تمشيش معاها معناها عوج الدنيا. انا تونسي اي حاجه تعكس دونك هذيك الدنيا معوجه فهمت. دونك اي حاجه ما تمشيش معانا ولا ما تقبلناش ولا تعكسنا راهي احنا الدنيا معوجه غاد ما تتسواها. كان كي تصلح معنا كان كي تمشي معانا معنا ونشد صحيح نشد صحيح راه اهي فهمت. هذاك هي عوج الدنيا هذا تفسير اللي ما نجمش يكون العوج زاده من العبد يعرف اللي الحاجه هذيك مستحيل تصير إيه؟ لما يبدا مكبش فيها ايه التونسي ما يعترفش بالعوج. عوج الدنيا معنا العوج نتاع التونسي راه خاطر التونسي اذا كان فيها عوج هو ما لازموش يقول العوج فيه معنا لازم يقول العوج في الدنيا فهمت. قداش من مره جاك عوج الدنيا في ثنيتك؟ قابلني برشا قابلني برشا عوج الدنيا. مثلا اكثر عوج الدنيا قابلك ما تنجمش تنسى؟ ما نستحضرش وجولي مثلا اعطينا باهي ما تعطينيش ليك انت مثال تنجم تقول عليه هذا عوج الدنيا حاجه تنجم تصير تقول عليه هذا عوج الدنيا. عوج الدنيا تصير الواحد مثلا في خدمه ما مشيتش معاه في فلوس بشي في ورقه لعبها ما عوج الدنيا ورقه لعبها فهمت. سينو في امور اخرى اللي هي ما نعرفش عائليه مثلا ولا هي اي ظروف صعيبه تعدى بالتونسي يشوفها عوج الدنيا معناها عوج الدنيا ستادير ما مشيتش معايا وكا فهمت. واحنا تونس قداش نتعداو بيها عوج الدنيا ولا عايشين بيه؟ احنا ديجا عوجه بكلها هي كلها عوجه تونس تونس كلها فيهم عندنا عوج الدنيا حاجه مشتركه بيناتنا اللي هي العوج نتاعنا. هذه الحاجه اللي نتفاهموا فيها التوانسه الكل معناها هذه حاجه المشتركه ما بين التوانسه الكل واللي نجموا نتفاهموا فيها ونجموا نقولوا راه تجمعنا الحكايه هذه يجمعنا العوج يعطيك صح فريمون حاجه صحيحه ما تجمعناش يعني. نجموش حاجه غلطه نمشيو فيها اي نمشيو كان في الغلط وفي الحاجه المعوجه قليل وين نتفاهموا على حاجه صحيحه الناس الكل هو العرب الكل ما حنا ما نتفاهموش اما التوانسه سورتو ما نتفاهموش رانا أنا ما عندناش فيها فمش ميزة هكا هاي جت حكاية في العوج المهم حاجة صحيحة ما نتفهموش فيها ما. احنا نحبوا الخير لبعضنا ولا الحقيقة عندنا القلب الباهي وعندنا حب الخير الخير موجود 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 ما نجموش نعموا الحق موجود معناها التونسي للتونسي رحمة معروفة هذيا فما الخير وشفناها الحق أنا ما تنجمش تعمم على التوانسة كل أنه معناها ما فهمش خير رينا الخير رينا في رمضان رينا العباد التعاون ومازلنا نشوفوا حتى في العباد التعاون فهمت سواء على غاية معناها لله ولا معناها ولا فما الغايات معناها ما فهمش شكون يعاون في الاخر فهمت. تونس ما تضيعش راهو فما عباد قاعدة تعاون وماذا بينا ديما الدولة هي اللي تتكفل بالحاجات هذوما وإذا تكفلت بهم المواطنين بارك الله فيهم فوالا. دونك تونس اليوم في أيدي أمينة ولا؟ والله ما نجمش نجزم الحق ما وي ماشيين في ثنيه باهيه هذا شنو اللي راه ايدي امينه ولا ايادي هذه اللي ما تنجمش تفهمه لكن احنا ماشيين في طريق صحيح فهمت. دونك الشعب في كل مره يفيق ويحاول انه يبدل سوى السيستم سوى الثنيه نتاعو دونك نجمو ما نجمو نقولوا كان راهو الشعب ماشي في طريق صحيح فهمت. ميرسي يعطيك الصحة. شكرا جزيلا وانتهى العرض.